نظم أهالي الإعلامية هالة باضا وقفة احتجاجية بالقرب من منزل المحافظ في مدينة المكلا للمطالبة بإطلاق سراحها من قبل الاستخبارات العسكرية. وفي الوقفة التي حضرها عدد من الصحفيين والإعلاميين والناشطين واتحاد نساء اليمن ونقابة الصحفيين اليمنيين فرع حضرموت، ندد المحتجون بالاعتقال التعسفي الخارجي عن القانون. وبالتزامن مع الوقفة انتشرت قوة أمنية منذ الصباح وأغلقت الشارع الرئيسي لبيت المحافظ. يذكر أن الإعلامية هالة باضاوي اعتقلت من قبل الاستخبارات العسكرية على خلفية كتاباتها وانتقاداتها للسلطة المحلية، فيما أصدرت الأجهزة الأمنية بيانا اتهمت فيه باضاوي بعدة تهم منها التخابر مع دولة أجنبية. طبعا اليوم نقف هذه الوقفة السلمية للتعبير عن التضامن مع الزميلة الناشطة الإعلامية هالة باضاوي المحتجزة منذ 5 أيام، ونطالب السلطة المحلية وكل العقلاء التدخل لإطلاق سراحها. نؤكد على أهمية تعزيز روح الصحافة الحقة والمهنية وعدم تكميه الأفواه. كل الحرية لهالة باضاوي، ونعبر عن تضامننا البالغ معها، ونؤكد على أهمية أن يفرج عنها في القريب العاجل بإذن الله. يعني كان الاتجاه اللي بتمشي فيه هالة، يعني لو ما نشرت هذه الرسالة حقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان بتختفي إلى مواقع الله أعلم وينها. لكن لعبت من أمام بيت أركان المنطقة العسكرية الثانية، خرجت من أمام مكتبه واجتمع تقالها من أمام بوابته.